خير. لا يذكر من مرض والده الا السياره اللي نقلته الى المستشفى وهو يركض خلفها باكيا لكنه يعلم من اين بدا من كتاب في قباء يراقب بحذر دفتر الحسنات والسيئات انتقل لمدرسه كان فيها الرئيس والمراقب وبعد الفقد ياتي الفقد رحل الاب وتبعته الام فكانت الاخت اما وزوجها أب باع الحلويات وكتب المعاريض والخطابات ثم ولى وجهه شطر القاهره فضل الهندسه على الطب ايثارا فعاد مهندسا وبينما كان كثيرون لا يزالون في ذلك الجيل لم يعرفوا الطرق المعبده كان يشق الطريق تلو الطريق ولو سئل اهل قباء عن كتابهم لقالوا خرج وزيرا شهد له الجميع بالنزاهه والامانه والعمل وزير المواصلات السعودي سابقا الدكتور ناصر السلوم